اليوم ان شاء الله راح اخذكم معي بسفرتنا للمدينه. طيب اول شيء بسويه بجهز معاكم الشنطه بهذا القسم. القسم اللي هناك راح يصير للملابس، فراح ما احتاج نصور هذا القسم، راح احط فيه الاكل. طبعا انا احب اخذ معي اكل بزياده كثير مره، مع ان الرحله ما هي طويله بس انا اخذ كثير احتياط، لان ما احب اني ما عندي مشكله اني يزيد ولا ينقص، فهمتوا؟ فانا راح اخذ اكل كثير، خصوصا انه مو كل اكل يصلح لي، فاحتاج اخاف اتوهق هناك كذا، فهمتوا؟ ما انتوا شايفين حاسة اللي هو السفر والحوسة، يعني في كثير عفش، فالحين لازم ارتب غرفتي قبل، لانه انا ما يعني احب ارتب بعض الاشياء، احب ارتبها انا، ما احب اخلي العاملة ترتبها. طبعا هنا خلاص تقريبا عزلت اللي اقدر عليه وجهزت هنا اللي راح اخذها معي. طبعا انا من النوع اللي ما احب اخذ شنطة معي، ما احب اخذ الشنط، يعني انا ما احب اشيل شيء بيدي، فاي شيء احطه في جيبي اذا جيت اطلع. لكن هالمرة بانها سفرة فاكيد احتاج اشياء في الطيارة، فاخذت معي هذه السلة. يعني اوكي سلة شوي غريب، بس عشان ما نخلق صراحة اشيل شنطة، وخصوصا انا ما عندي شنطة راح تكفي هذا الكتاب. يعني خذيت معي كتاب القدرات والدفتر القلم وسماعتي، وبحط فيها الباور بانك والجوال والايباد خلاص، ويمكن احط لي بعد فيها سناك. طبعا الحين اقوم خلاص ما حط معطر عشان يعني اني بنام بعد شوي، فخاف انه يكتمني، فبحط شيء خفيف فوريكم اياه. يعني الجهاز شريته قبل فترة، طبعا كان مثل ما هو بالكرتون، على اساس انه لونه ابيض، على اساس انه حجمه صغير، بس بوريكم اياه الحين. دقيقة، شايفين انا كان عبالي شفت الكرتونة قلت لا، مرة جاني كبيرة ما كنت ابي اكبري شيء صغير، بس عقب ما فتحتها طبعا انا استعملتها، يعني تشوفي في موية شوية. طيب الحين انا خلاص نظفته وحطيت فيه موية، الحين بختار لي عطر. اخترت هذا، فيلا ريحته خفيفة، اصلا هو معطر جسم فمرة ريحته خفيفة، يعني ريحته مرة حلوة، فيلا ببخ. كذا كفاية خلاص، الحين بدخليها عطر غرفتي. وآخر شيء بسويه قبل ما أنام، راح أشيل أوراق النبتة الميتة وأسقيها. ويا صباح الخير، الحين نروح المدرسة، ومن المدرسة إن شاء الله على المطار. طبعا وصلنا البيت، الحين مرة مستعجلين، راح أروح المطار الساعة الحين 8 وكذا 10. طبعا احنا قبل شوي يعني جينا، مو تو تو، بس جيت غيرت توضيت، الحين راح ننطلق إن شاء الله على المطار. الحين رايحين، وأخذته والحين رايحة أجلس. ناخذ الشنط. جيت هنا اخذ عصير، بس طبعا مو لي. شكرا. هنا بن داود، فكر اخذ السجادة اللي فيها الظهر، بس كبار كلها، يعني لو برجع ما بتدخل بالشنطة. قررت اني اخذ من هذا بالكيلو، على اساس انه يعني شو اسمه عشان الاطفال. شكرا. فندق حاطين زينة يوم الوطني. هلا، ايوه خلصنا، الحين نازلين على الحبل.